دي اسعار تذاكر مباراه مصر وتوجو 20 جنيه للدرجه الموحده و30 جنيه للدرجه الاولى. اجتماع امني بكره في اسكندريه استعدادا لمباراه مصر وتوجو. هيبقى في اجتماع مع مدير امن اسكندريه اللواء عادل التونسي وقيادات محافظه اسكندريه ومسؤولي استاد الجيش في برج العرب مع الحاج عامر حسين رئيس لجنه او رئيس منطقه اسكندريه. يعني هيعملوا كل الترتيبات ان شاء الله لنجاح المباراه باذن الله. مباراه منتخب المحليين مع بنين هتبقى قبليها بيوم يوم 27 وهتتلعب في ملعب الدفاع الجوي استاد الدفاع الجوي ان شاء الله. افكركم برضو باسماء المنتخب المحليين اللي اختارهم كابتن هاني رمزي وكابتن طارق السعيد وطارق السيد وكابتن هشام عبد المنعم، الجهاز الفني كابتن خالد مصطفى مدرب الحراس، عماد السيد ومحمد عواد واسلام طارق، صلاح سليمان، محمود علاء، احمد سامي، رجب بكار، محمد حمدي، عبد الله الشحات، احمد ابو الفتوح، مصطفى شبيطه، نور السيد، محمود متولي، محمد هلال، هشام محمد، محمد رمضان، ناصر ماهر، كريم ندفت، محمد عنتر، ابراهيم حسن، خالد قمر، عمرو مرعي، محمد حسن، سيد سالم. اتحاد الكوره قرر تعيين دكتور ايمن زين طبيب مؤقت لمنتخب المحليين بقياده الكابتن هاني رمزي. هو كابتن ايمن زين، على فكره كابتن ايمن كان لعيب كوره جامد جدا طبعا في نادي المقاولين العرب و تم تعيينه يبقى طبيب مؤقت لمنتخب المحليين في الفتره القادمه. طيب بكره برضو هيتم تحديد اسم المدير الفني لمنتخب 2002 اللي تم تشكيله في الفتره اللي فاتت وكان تم تعيين الكابتن علي ماهر، ولكن كابتن علي ماهر اعتذر ان هو كان يعني عايز يكمل في الاعلام وفي نفس الوقت كان عايز بعض ان هو ان كابتن علي ماهر هو اللي يختار جهازه المعاون، واعتقد ان ده كان حاجه مشروعه لاي مدير فني، ولكن هو اعتذر عن تكمله او توليه مهمه مدير فني في منتخب 2002. فبدات الاسماء تنحصر ما بين ثلاث اسماء. كابتن ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، والكابتن ضياء السيد برضه كان ماسك قبل كده منتخب الشباب وكان ماسك مدرب عام في المنتخب الاول مع مستر برادلي كابتن ضياء السيد، والكابتن مدحت عبد الهادي اللي هو مدرب عام لنفس المنتخب. في فكره ان هو يتم تصعيده لمنصب المدير الفني كابتن مدحت عبد الهادي. فيا ربيع ياسين يا ضياء السيد يا مدحت عبد الهادي واحد منهم هيكون مدير فني لمنتخب مواليد 2002، وده هيتم يعني اختياره في اجتماع بكره بالنسبه لمجلس اداره اتحاد الكره المصري. طيب خلينا بقى نروح لبعض الاخبار كده السريعه. المسؤولين في نادي الباطن السعودي جددوا مفاوضاتهم مع ميدو جابر صانع العاب النادي الاهلي. انتوا عارفين قبل كده كان كابتن عادل عبد الرحمن كان ماسك نادي الباطن من فتره وطلب ميدو، دلوقتي كابتن عادل عبد الرحمن ماسك نادي الوحده السعودي. ففي بعض الانديه السعوديه مش الانديه الكبيره، انديه نقدر نقول اللي هي بتنافس على الهبوط او انديه صغيره في السعوديه طالبه ميدو جابر لاعب النادي الاهلي. واعتقد النادي الاهلي هيوافق السنه الجايه على اعاره ميدو جابر. باسل السويسري بيرصد 16 مليون جنيه لضم اكرم توفيق في الصيف القادم بشكل نهائي. 16 مليون جنيه دي يعني 800 الف يورو. ما اعتقدش النادي الاهلي هيوافق. يعني اكرم توفيق لاعب وسط الاهلي، العرض ما جاش للنادي الاهلي لسه على فكره. العرض وصل ليحيى علي وكيل اللاعب. ولكن انا شايف العرض قليل، 16 مليون جنيه يعني 800 الف يورو. اكرم توفيق لاعب صغير، انا عارف الانديه الاوروبيه ما بتدفعش فلوس كتير في اللعيبه الشباب الصغيرين، ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل. لكن العرض ما وصلش رسمي للنادي الاهلي، العرض وصل من خلال يحيى علي وكيل اكرم توفيق. خلينا نروح للعميد ثروت سويلم مدير التنفيذي لاتحاد الكره المصري ونساله بقى عن ترتيبات معسكر منتخب مصر وايضا معسكر منتخب المحليين واجتماع بكره في اتحاد الكره، نشوف جدول اعمال الاجتماع ايه بكره في اتحاد الكره المصري. سياده العميد ازي حضرتك؟ ازي كابتن كريم، ازي حضرتك؟ الله يخليك سياده العميد، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله.
يعني جدول اعمال ايه بكره في اجتماع اتحاد الكوره؟ والله يا كابتن هو ما فيش يعني جدول اعمال منحصر في موضوع يعني مناقشه الشكل القانوني للاتحاد والقضيه المرفوعه للاتحاد. ده اهم موضوع يعني هنتكلم فيه بكره. والكابتن هاني يعني كان لكل وجهه نظره ان يكون الموضوع ده هو محور المجلس بكره والاجتماع بتاع بكره. ايوه. هل في سيناريو معين اتفقتوا فيه مع وزير الشباب والرياضه ولا لسه؟ لا والله كابتن كريم الموضوع ده يعني من خلال كابتن هاني يعني في تواصل او في اجتماعات مع الاخ العزيز او في حوار فده مع الكابتن هاني، لكن ما في حوار كل العمل ده محدش انت عمل استشكال والمواد القضائيه اللي ممكن تتعمل لاستمرار المجلس هتتعمل. لان يعني انت عارف حضرتك انتخابات محترمه، انتخابات اتعملت على شكل محترم، ان كان هناك وجهه نظر للمدعيين على اتحاد الكوره فده كل مره كده وهم نفس الاشخاص، فبالتالي يعني مش تمسك زي ما الناس بتتكلم متمسكين بالكراسي. واي حد كان يبقى مكان مجلس الاداره هيعمل اللي بيتعمل من اتحاد الكوره. كل احترام لاحكام القضاء، لكن في الاول وفي الاخر الشكل القضائي اللي ممكن يتعمل لتواجد المجلس في مكانه هيتعمل لان ده حقهم. جمعيه عموميه محترمه اختارتهم 4 سنين ما تمش 6 شهور وبشايفين ان في قرار بالحل. فان شاء الله باذن الله كابتن كريم مستنيين الاستشكال والوضع القانوني قائم به الشؤون القانونيه في اتحاد الكوره. ان شاء الله. طيب بالنسبه للمباراه الوديه لمنتخب مصر، لسه كنت بقول دلوقتي ان الامن وافق على وجود 20,000 متفرج او مشجع لمنتخب مصر، 15 تذاكر و5 دعاوي من اتحاد الكره المصري. كابتن كريم انت عارف ماتش يوم الثلاث يعني في وسط الاسبوع في مدارس وكده، فكان في حرص من المجلس ومن المال ثاني ان يعني يبقى في دعوات للانديه والقطاع الناشئين ويعني حابين يبقى في جمهور. يعني انت النهارده الامن مديك 20,000 فده عدد كويس جدا في مباراه وديه، فبالتالي عاوزين جمهور. فحرصا او خوف ان ما حدش ياخد تذاكر او يشتري تذاكر يعني كان المقترح ان يبقى في 5,000 دعوه وفي 15,000 تذكره، وان شاء الله باذن الله يوم السبت هنطرح التذاكر للبيع. اغلبها هيكون في اسكندريه طبعا عشان ماتش في استاد برج العرب. ايوه. وهيبقى في جزء برضه موجود في منفذ في مصر ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق يا استاذ العميد. بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك. بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نروح نشوف كده تقرير مع الجماهير عن موضوع حكم المحكمه بحل مجلس اداره اتحاد الكوره، هل يؤثر على مسيره كره القدم في مصر؟ خلينا نعرف راي الشارع. احنا بنقول هنا راينا، بنتوقع السيناريوهات المختلفه، ولكن خلينا نشوف رجل الشارع المصري بيقولوا ايه عن موضوع اتحاد الكوره ده، ان الموضوع مهم جدا. خلينا نشوف التقرير وبعدين نرجع نكمل تاني مع بعض في الكوره كل يوم.